ولمعرفة آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عالميا وعربيا تنضم إلينا شبكة مراسلين. معنا من بكين مراسلنا جاد رعد من بلباو الإسبانية، مراسلنا معاذ حامد من برلين، مراسلنا يمان الشواف من طهران، مراسلنا ياسر مسعود، ومعنا من موريتانيا مراسلنا محمد مومين من بغداد، مراسلنا ضياء الناصري من عمان، مراسلنا ليث الجبور، ومن رام الله مراسلنا عميد الشحادي. نبدأ مع مراسلنا من بكين جاد رعد. جاد، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالإصابات الجديدة في الصين، وأيضا ما هي آخر ردود الأفعال بخصوص الاتهامات الموجهة تورط الصين بتفشي فيروس كورونا؟ أولا بالإحصاءات يعني الإصابات التي سجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال يوم أمس حتى اليوم هي من البر الصيني هي فقط، ومعظمها على في مناطق على الحدود الروسية الصينية، وبالتالي هي على الأرجح أشخاص روسية الصينية بطريقة غير شرعية أو حصل بعض التراخي معهم، وبالتالي يسجل الإصابات في تلك المنطقة، ويعتقد أن هناك خلل على المعابر الحدودية، لذلك يقومون بإغلاق بعضها. ومن ناحية أخرى هناك بعض الحوادث، مثلا هناك حالة واحدة في بيجين، وهناك في مدينة ووهان لم يسجل سوى بين الوافدين العائدين. ومن ناحية أخرى هناك رد فعل، يعني هناك رد فعل رسمي وهناك رد فعل شعبي. رد فعل الناس نعم التي التزمت منازلها لكل هذه الفترة الآن تشعر بالضغط، وهذا يولد بعض الانفجارات الصغيرة من حين إلى آخر في يعني حوادث متنقلة في أكثر من جد منطقة للأسف. نعم جد، شكرا على صعيد لك، الحكومة. صوتك غير واضح بشكل جيد، ابقى معنا. سنذهب الآن إلى بلباو الإسبانية ومراسلنا هناك معاذ حامد. معاذ، السلطات الإسبانية تقول بأنها تجاوزت مرحلة ذروة الأزمة، هل فعلا بدأت الأمور بالحلحلة الآن؟ بدأت تظهر ملامح تجاوز هذه الذروة؟ يعني السلطات الإسبانية تقول أنها بدأت بتجاوز هذه الأزمة منذ تقريب ما يقارب 10 أيام عندما وصلت الذروة في 2 من أبريل الماضي. أيضا اليوم عدد الوفيات التي سجلتها إسبانيا هو أكبر عدد منخفض منذ 22 من مارس الماضي، وهي أرقام مشجعة تعتبرها السلطات الإسبانية في الطريق الصحيح نحو الانخفاض والانخفاض المستمر. ولذلك طبعا السلطات الحكومة الإسبانية تقول أنها تود طلب تمديد حالة الطوارئ من 26 من أبريل الحالي حتى 9 من مايو المقبل، ولكن ضمن إجراءات نوعا ما مخففة. مثلا في الأسبوع القادم ستبدأ بعض التدابير التي تسمح للأطفال بالخروج من المنازل برفقة أحد الوالدين، إضافة إلى شروط صارمة في شكل هذا الخروج وكيفية هذا الخروج. مثلا لا يسمح لهم بالذهاب إلى الحدائق، يجب أن يرافقوا من قبل أحد الوالدين وأن يمشوا بخطوط معينة، إضافة أنه لا يمكن لهم اللعب مع أطفال آخرين، وإذا مثلا أرادوا أن إلقاء التحية على أطفال آخرين يمكن لهم ذلك من خلال الحفاظ على مسافة المترين وبمدة لا تتجاوز 10 دقائق. إذن نحن نتحدث عن شروط صارمة كما تقول الحكومة، إضافة أن الحكومة تقول هذه فترة تجريبية، إذا ما ساءت الأمور في خلال هذه الفترة التجريبية القادمة فإنها ستعود إلى فرض شروط أكثر صرامة ومنع الناس من التحرك كما كانت الأوضاع في خلال الأسبوعين الماضيين. الحكومة أيضا تقول أنها رفعت أعداد الاختبارات بشكل كبير، الأعداد تتراوح ما بين 40 و47 ألفا، وهو أدى إلى زيادة أعداد الحالات المكتشفة بفيروس كورونا، ولكن هذه الحالات التي تم اكتشافها هي حالات لا يوجد لديها أي أعراض، هم فقط حاملون للفيروس ولديهم أجسام مضادة داخل أجسامهم، أي أنهم لا يوجد لديهم أي أعراض ولا يشعرون بأي مرض. الحكومة تقول أنها بدأت بدراسة هذه الحالات لترى كيف يعمل هذا الفيروس وكيف ينتشر هذا الفيروس، إضافة إلى أنها قامت برفع التنسيق مع الأقاليم المستقلة ذاتيا أو التي تحكم نفسها بنفسها، مثل إقليم كتالونيا، إقليم الباسك، إقليم الأندلس، وإقليم نبارا. إليكِ.
شكرا لك معاذ، ابقى معنا. سنذهب إلى برلين وإلى مراسلنا هناك يمان الشواف. يمان، السلطات في ألمانيا تتجه إلى تخفيف القيود، ضعنا في آخر صورة التطورات المتعلقة بعدد الإصابات والوفيات التي دفعت السلطات إلى القيام بهذه الخطوة. نعم، يبدو أن انخفاض أعداد الإصابات الجديدة اليومية، والذي انخفض إلى ما دون 3000 إصابة جديدة مقارنة مع اليوم السابق الذي تجاوزت فيه الإصابات 3000، هو مؤشر إيجابي ويدعم الحكومة الألمانية في قراراتها، والتي ستبدأ أولى هذه القرارات بناء على الاجتماع الذي حدث الأسبوع الماضي لميركل ورؤساء الحكومات. وأقر في هذا الاجتماع على أن غدا ستبدأ المحال التي تمتد مساحة أرضيتها ل 800 متر بالعمل مع ضرورة اتخاذ بعض الاحتياطات والإجراءات، وأيضا سيسمح لتجار السيارات ومراكز بيع السيارات بالعمل أيضا مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي. كذلك سيسمح للمكتبات بالعمل وأيضا لبيع الدراجات الهوائية. هذه المحال سمح لها منذ غدا أن تبدأ بالعمل، لكن مع ضرورة توخي الحذر والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي. يعني هذا الانخفاض خلال 24 ساعة الماضية أعطى تفاؤلا للحكومة الألمانية ربما باتخاذ قرارات أكثر في تخفيف القيود المفروضة، وهذا قد نشهده بداية الشهر المقبل بعد 30 من هذا الشهر، حيث ستجتمع الحكومة الألمانية مجددا. وهناك يعني دعوات من الحكومة لضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. تأمل الحكومة الألمانية أن ينخفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 2000 إصابة، ويبقى هذا الرقم بالانخفاض يوم بعد يوم، وهو ربما يدفع الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات في تخفيف القيود المفروضة. ياسر يمان، تخفيف القيود أيضا موجود الآن في إيران. شكرا لك، ابقى معنا. سنذهب إلى مراسلنا هناك ياسر مسعود ليخبرنا أكثر عن توجهات الحكومة في تخفيف القيود عن الأشغال متوسطة الخطورة. هل فعلا وصلت الأوضاع أو عدد الإصابات الآن في طهران إلى دفع السلطات إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة ياسر؟ إذا ما عدنا إلى الأرقام المعلنة اليوم، وهي التي أعداد الإصابات تشير إلى أكثر من 1300 بقليل خلال 24 ساعة، هذا يعكس انخفاض كبير مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث أنها كانت تزيد عن 3000 وصولا إلى 2000، واليوم كما هو تم الإعلان بهذا الرقم. هذا مؤشر إيجابي، وأيضا يحفز الحكومة على مواصلة اتخاذ قراراتها بتقليص القيود على الأسواق في إيران عموما وفي العاصمة منها، بالرغم من التحذيرات المتواصلة، بالرغم من النقد الموجه إلى الحكومة على خلفية تسرعها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وهو ما يعني رفع القيود عن الأعمال متوسطة المخاطر، يعني عودة البازار الإيراني إلى حركته الطبيعية، عودة كل المراكز التجارية، كل المحال إلى طبيعتها. ما تبقى عليه القيود هو فقط المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح ودور العبادة كالمساجد والمراقد المقدسة. هذا أيضا من القرارات المتخذة اليوم هو تمديد العفو الذي منح للسجناء الذين تقدر الأرقام بأنهم يناهزون 100,000. هذه الخطوات ربما يفسرها البعض هنا من الخبراء من أن إيران وصلت إلى مرحلة تمكنها من إدارة الأزمة، ما يعني اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ولكن في وزارة الصحة كل الكلام يدور على أن إيران ما تزال لم تصل إلى مرحلة السيطرة على انتشار الفيروس، خاصة وأن هناك بعض المحافظات ما تزال الأعداد تزيد فيها مقارنة بالأيام التي تسبقها. ولكن الأرقام عموما في إيران هي تشير إلى معدلات انخفاض، وهذا ما يشجع الحكومة على قرارتها. ياسر مسعود شكرا لك، ابقى معنا. سنذهب الآن إلى محمد مورين من موريتانيا. محمد، موريتانيا خالية من الفيروس، كيف استطاعت هذه الدولة على تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي في هذه الأوقات؟
بالفعل وزارة الصحة الموريتانية أعلنت ليلة البارحة أن موريتانيا باتت خالية تماما من فيروس كورونا. موريتانيا سجلت حتى الآن 7 إصابات، سجلت حالة وفاة واحدة، وأعلنت أن جميع الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا قد تم تعافيها خلال يوم أمس. إلى حد اليوم ما تزال هناك الهواجس والمخاوف، يتوجس البعض من أن يكون هذا بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، خاصة أن موريتانيا لها حدود شاسعة مع عدة بلدان، بعضها فيه إصابات بالغة. لديها حدود مع الجزائر، لديها حدود مع المغرب، لديها حدود مع مالي ومع السنغال، وكل هذه البلدان سجلت إصابات وإن بتفاوت. الموريتانيون يكثفون الدعوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات من أن تبقى حذرة إلى أقصى الحدود، فالنصر صبر ساعة كما يقال. موريتانيا ما كانت لتحقق هذه النتيجة لولا سلسلة الإجراءات التي قامت باتخاذها بشكل مبكر. ففي بداية الشهر الماضي أعلنت موريتانيا أول حالة كانت لأسترالي مقيم في موريتانيا، وفور إعلان تلك الحالة بادرت السلطات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، من بين هذه الإجراءات تعطيل المدارس، إغلاق المقاهي والمطاعم، إغلاق المتاجر والأسواق، توقيف حركة نقل الأشخاص والمركبات ما بين المحافظات، إغلاق مدينتين بالكامل، مدينة نواكشوط ومدينة كي هيدي، هما المدينتان اللذان ظهرتهما حالات من فيروس كورونا. بالمواساة مع ذلك حظر التجوال من السادسة عصرا حتى السادسة فجرا. هذه الإجراءات أعلن وزير التعليم الناطق الرسمي باسم نعم. الحكومة خلال آخر مؤتمر صحفي إن الحكومة بصدد دراسة مراجعتها مستقبلا مع حلول شهر رمضان، ولكن الكثير من الموريتانيين يتوجسون من ذلك ويدعون إلى تشديد الإجراءات، خاصة أن موريتانيا لا تتوفر على الوسائل الكافية نعم وليس لها من سبيل إلا تكثيف أساليب وأسباب الوقاية. محمد ممين، شكرا لك. سنذهب الآن إلى بغداد وإلى مراسلنا هناك ضياء الناصري. ضياء، السلطات في بغداد تتجه إلى تخفيف الإجراءات في شهر رمضان المبارك، ما الجديد لديك فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات هناك؟ ربما انخفاض عدد الإصابات، يعني إحصائية يوم أمس تتحدث عن 31 إصابة جديدة، بالمقابل هناك 47 شخص تماثل إلى الشفاء وخرج من المستشفى. مجموع المصابين، المجموع الكلي لعدد المصابين بما فيهم الذين تماثلوا إلى الشفاء 1500 وربما 18، والذين غادروا المستشفيات وتماثلوا إلى الشفاء 945 شخص، أي حوالي 600 شخص لا زالوا في المشافي. هذه الأرقام ربما ساعدت وشجعت وزير الصحة إلى الطلب من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات جديدة وتخفيف إجراءات حظر التجوال في شهر رمضان. يعني اعتبارا من الأول من شهر رمضان سوف يكون حظر التجوال من الساعة 7 مساء، أي بعد الإفطار، وحتى 6 صباحا، وعدا ذلك سيكون يعني حظر التجوال مرفوعا ويتمكن المواطنون من التنقل. طبعا ضمن سلسلة إجراءات شرحها الوزير في كتابه الموجه إلى اللجنة العليا بما فيها تخفيف التواجد للمواطنين وتخفيف عدد الموظفين، طالب أيضا بعودة الدوائر الحكومية بنسبة 50% بما يضمن عدم الكثافة حضور الموظفين أو المراجعين في هذه المؤسسات، مع ضرورة إجراءات فحوصات في مدخل كل مؤسسة حكومية وأخذ عينات الحرارة وما إلى ذلك، وأيضا الاحتياطات الوبائية الأخرى مثل المعقمات وغيرها. نعم. أما موضوع المدارس والمؤسسات التربوية فبحسب توصية وزير الصحة فطالب بإبقاء تلك المؤسسات كلها حتى بما فيها التعليم
التعليم العالي والجامعات مقفلة لحين ربما تغير حالة الوضع في العراق بعد هذه الإجراءات. شكرا جزيلا لك ضياء الناصري من بغداد. سنذهب إلى عمان وإلى مراسلنا هناك ليث رجبور. ليث، السلطات تتجه إلى رفع منع التجول الشامل في البلاد، ما الذي يدفعها إلى القيام بذلك وما زال هناك أعداد إصابات يومية؟ بالفعل لربما العشرة أيام الماضية كانت سببا في هذه الخطوة، حيث سجلت المملكة انخفاضا واضحا في عدد الإصابات وتحديدا في العاصمة، ما أدى إلى أن يكون هناك قرارات جديدة بتخفيف الحظر على بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة بعد توقف الحياة لمدة شهر كامل، ما أدى إلى ضرر كبير في الاقتصاد الأردني ككل. لذلك بدأت الحكومة اليوم بمدينة العقبة جنوب المملكة، فتحت وأعادت الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها، أعادت بعض القطاعات إلى العمل. قالت الحكومة أنها ستقوم بتجربة هذه التجربة على مدينة العقبة في البداية يومين ثلاثة، إذا نجحت هذه التجربة فستقوم بتطبيقها على بعض المحافظات التي لم تسجل إصابات، والعقبة من هذه المحافظات. لكن المحافظات التي سجلت إصابات كعمان وإربد وبعض محافظات الشمال لن يتم السماح بعودة القطاعات إلى العمل فيها، سيبقى أو ستبقى إجراءات الحظر الجزئي مفروضة على المواطنين فيها. طبعا الحظر الجزئي عاد اليوم بعد 48 ساعة من الحظر الشامل خلال يومي الجمعة والسبت. حظر شامل لم يسمح فيه للمواطنين بالخروج، ولم يسمح للمحلات أيضا بفتح أبوابها حتى المخابز والمواد الأساسية كالماء. الحظر الجزئي بدأ اليوم من الساعة 10 صباحا، سيستمر حتى 6 مساء بالتوقيت المحلي. يسمح للمواطن بالخروج مشيا على الأقدام لشراء الحاجيات الأساسية كالخبز والماء، يسمح فقط للبقالات في الأحياء بفتح أبوابها، عدا ذلك يعني يتم إغلاق جميع المحلات التجارية. بعد 6 مساء يعود الحظر الشامل إلى 10 صباحا، وهكذا دواليك على يعني مدى شهر كامل تسير الحكومة بهذا الموضوع. اليوم وزير الصحة الأردني أكد أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن ومسيطر عليه حتى اللحظة، لكن أكد أن الوباء مستمر ولربما سيستمر لأشهر طويلة، فيجب أن يكون هناك اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة للتكيف مع الوباء، ويعني لمحاولة السير بإجراءات اقتصادية جديدة من شأنها أن تعيد الحياة تدريجيا إلى طبيعتها. شكرا لك ليث. سنذهب الآن إلى رام الله وإلى مراسلنا هناك عميد شحادي. عميد، كيف يبدو منحنى الوباء في رام الله في الضفة الغربية بشكل عام؟ ما هو عدد الإصابات الجديدة والوفيات؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا من رام الله عميد شحادي. سنشكر الآن شبكة مراسلين من عمان ليث الجبور، من بغداد ضياء الناصري، من موريتانيا محمد بمين، من طهران ياسر مسعود، من برلين يمان شواف، من بلباو الإسبانية معاذ حامد، ومن بكين مراسلنا جاد رعد. شكرا جزيلا لكم.